نيابة عن معالي الفريق سعيد القحطاني مدير الأمن العام رئيس الاتحاد العربي السعودي للرماية والسهام، دشن سعادة اللواء سعد الخليوي نائب رئيس الاتحاد العربي السعودي للرماية والسهام بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد، وذلك بحضور العميد ركن يحيى بن هياس الزهراني عضو مجلس الإدارة مدير إدارة الشؤون الرياضية بالقوات المسلحة، والعقيد مهندس رياض بن داود الرشيد أمين عام الاتحاد، والرائد فهد الغامدي مدير الاتحاد، حيث قدم المشرف على تصميم الموقع المهندس ترك الدربي شرحا تفصيليا لمحتويات الموقع الرئيسية والذي يتضمن جميع أخبار الألعاب المختلفة من رماية المسدس والبندقية والأطباق والسهام، إضافة إلى مكتبة للصور ومكتبة للتسجيلات المرئية والبرامج الزمنية للبطولات، كما تم تصميم صفحات للتعريف بالمدربين والرماة والحكام. ويحتوي الموقع أيضا على نتائج المسابقات المحلية والقوانين الدولية للرماية والسهام وروابط للمواقع ذات العلاقة بالاتحاد العربي السعودي للرماية والسهام، بالإضافة إلى صفحة للتواصل مع الاتحاد موضحا بها عنوان الاتحاد ووسائل الاتصال المتاحة. وعبر اللواء الخليوي عن سعادته بتدشين الموقع الجديد للاتحاد الذي يندرج ضمن آليات العمل التطويري لخطط وبرامج الاتحاد، مما يتواكب مع ما تعيشه الرياضة السعودية من تطور مستمر في لوائحها وآلياتها وبرامجها وسعيها نحو تحقيق مفهوم الرياضة الحديثة. وقدم شكره للأمير تركي بن سلطان على دعمه لجميع الرياضات في هذا الوطن من خلال تغطيات القناة الرياضية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. ندشن موقع الاتحاد العربي السعودي للرماية الحقيقة باسم معالي مدير العام وزملائي أعضاء مجلس الإدارة. شرفنا الحقيقة أن ندشن هذا الموقع هذا اليوم. نتمنى إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى أن يكون إن شاء الله موقع يخدم جميع منتسبي الاتحاد العربي السعودي للرماية، وأن يكون إن شاء الله يلبي أيضا احتياجات رجال الإعلام والاتحادات الرياضية، لأن يكون هذا الموقع إن شاء الله هو رافد لجميع المعلومات الاتحاد، وتكون قاعدة معلومات يعني تكون تجيب لأي استفسار سواء من أبنائنا الرياضيين أو منسوبي الاتحاد، سواء من إداريين أو فنيين أو أيضا من ممارسين لهذا النشاط. بسم الله. بالنسبة للمحتويات حقت الموقع، في عندنا في الصفحة الرئيسية آخر الأخبار تجمع من الأقسام الأساسية للموقع، زي مع قسم الأخبار المسدس، قسم رماية البندقية، قسم رماية الأطباق، قسم رماية السهام، والقسم الجديد إن شاء الله في المستقبل القريب كرة الأصباغ. في عندنا هنا في العمود الأيمن للموقع في كلمة لرئيس الاتحاد، كلمة للأمين العام، البرنامج الزمني لكل الفئات الألعاب في الاتحاد، مكتبة الفيديو ومقاطع الفيديو وتسجيلات المرئية للاتحاد، ألبوم الصور أخبار البطولات وصور البطولات، حالة للطقس، لأغلب الرماة يأثر عليهم الطقس، فحبينا نحط المال السكريبت هذا عشان يكون كل الرماة مرجعهم الرئيسي للموقع للاتحاد عشان يشوفوا درجات الحرارة. لدينا على سبيل المثال أخبار المسدس، حتاخذنا على آخر الأخبار الموجودة، حيكون في آخر 6 أخبار حتكون في المنطقة هذه، وما قبل ذلك حيكون مؤرشف هنا تحت كأرشيف. وإذا دخلنا للأخبار نفسها حنلاقي عندنا كمثال للأخبار هذه الأقسام الثانية اللي عندنا، هذه كلمة سعادة الفريق عن الرماية للموقع وتحفيز الشباب.
القسم الثاني كمكتبة الفيديو. مكتبة الفيديو حيتم رفع كل المقاطع الفيديو اللي حتنزل على التلفزيون أو تسجل خاصة للموقع ورفعها هنا لمشاهدتها حتى للاطلاع عليها من جميع وسائل الإعلام وممكن ربطها في البرامج. وهذا كمثال صغير. في قوس البكرة حقق المركز الأول الرامي عبد العزيز الروما. المركز الثاني حققه الرامي مصعب سليمان. وجاء في المركز الثالث مشعل العتيب. وجاءت نتائج مسابقة قوس الأولمبي على النحو التالي. حقق المركز الأول الرامي تركي الجربي. هذا في الشتاء. المركز الثاني وجاء في المركز الثالث عبد الله الرحمن. أنا شاهدتي فيهم مجروح. القناة الرياضية هي الحقيقة أنا أعتبرها يعني كان هذا الكلام يعني ما أقوله مجاملة. هي صارت الحين ما شاء الله هي تنقل حدث وتنقل بإحترافية كاملة. ولا شك أنه باسم عالي مدير العام رئيس الاتحاد وزملائي أعضاء مجلس الإدارة أنا بشكر الحقيقة القناة الرياضية الذهبية الحقيقة السعودية على ما تقوم فيه من جهود وتغطي كل المناشط وليس يعني منشط معين أو يعني مناسبات حقيقة اللي هي تعتبر ذات الشعبية الجارفة إلا أنه تواجدهم اليوم الحقيقة شيء دلالة واضحة على أنهم فعلا يمتلكون من الاحترافية الشيء الكثير في نقل مثل هذا الخبر والأخبار. وأنا دائما يعني أتطلع أنه إن شاء الله يكون تواجدهم معنا بشكل لأنه حقيقة الاتحاد العربي السعودي للرماية والسهام هو الحقيقة والله الحمد مصنف من الفئة ألف مع اتحاد كرة القدم والفروسية والعاب القوى وهذا شرف لنا جميعا وهذا يجعلنا نبذل كل ما نستطيع من جهد على أساس إن شاء الله نحقق هذه النظرة يعني قولا وعملا وأصدق شيء على النتائج الأخيرة اللي في دولة الكويت يعني أبطالنا حققوا من الذهب الشيء الحقيقي اللي يرفع اسم المملكة دائما إن شاء الله اسم المملكة دائما نرفع عليها فلهم كل مني كل الشكر وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي أمير سلطان تركي بن سلطان عبد العزيز مساعد وزير الثقافة والإعلام على النقل النوعية للقناة الرياضية. أشكر كل الأخوان الحقيقة المشرفين على القناة وأشكر المتواجدين معنا اليوم الحقيقة سواء القناة الرياضية السعودية أو رجال الإعلام وهذا مو غريب عليهم جميعا. فأكرر باسم معالي رئيس الاتحاد وزملائي لهم كل الشكر والتقدير ونجدها فرصة طيبة اليوم الحقيقة بتدشين الموقع أنه يتزامن هذا بإذن الله بالاستعداد للبطولات القادمة إن شاء الله. سعادة مدير الأمن العام لشؤون التدريب نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية والسهام اللواء سعد الخلاوي بداية نرحب فيك برشاشة القناة الرياضية نبارك لكم تدشين موقع الاتحاد السعودي للرماية والسهام كلمتك بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا أشكر القناة الرياضية السعودية الحقيقة تواجدهم في هذا اليوم ويشرفني في هذا اليوم المبارك نيابة عن معالي مدير الأمن العام الفريق سيد عبد القحطاني رئيس الاتحاد العربي السعودي للرماية وكافة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن نقوم اليوم بتدشين موقع إلكتروني للاتحاد العربي السعودي للرماية وهذا الحقيقة يعني من ضمن الأولويات الاتحاد أن يكون هناك موقع يحتوي على كافة المعلومات سواء من تأسيس الاتحاد تاريخ الاتحاد إنجازات الاتحاد أيضا يكون هناك الحقيقة يعني تواصل ما بينه وبين الشريحة الكبرى من الشباب وخاصة في السهام أو في الرماية وهذا يجعل في الواقع أنه هناك تواصل إلكتروني يكون في الواقع يعني إمداد وسائل الإعلام أو أيضا المطلعين والقراء على كافة المعلومات اللي تهم الاتحاد السعودي وإنجازات الاتحاد العربي السعودي للرماية والسهام. الخطط المستقبلية سعادة اللواء بعد تدشين هذا الموقع الخطط المستقبلية التي لديكم في المستقبل القريب؟ هو في الواقع يعني احنا طبعا يعني بكل فخر انه الحقيقة الاتحاد يحتوي ويضم شباب على مستوى الحقيقة من الاحترافية في العمل التقني وهم الحقيقة من صمم هذا الموقع والحقيقة اللي يعني يحرص عليه الاتحاد هو استمرارية إمداد الموقع بأحدث المعلومات بحيث أنه يكون يعني يحتوي على قاعدة معلومات كبيرة. طبعا الخطة العاجلة الآن هو أن تكون جميع يعني تاريخ الاتحاد من نشأته إلى الآن أن يكون متاح لجميع من يريد أن يطلع على الاتحاد العربي السعودي للرماية والسهام. الجانب الآخر أنه إمداده أول بأول كافة مناشط الاتحاد من مسابقات من لاعبين من إنجازات من مشاركات من اجتماعات من قرارات كلها
هو التواصل مع هذه الشريحة على أساس أنه يكون نهدف إلى يعني نشر أكبر قاعدة ممكن من الشباب، خاصة في رماية السهام، لأنها تعرف هي الحقيقة يعني تعتبر يعني ليست بذاك الشعبية. ولكن أعتقد لما يكون هناك موقع يستطيع أن يطلع عليه كثير من أبنائنا الشباب ومحبين لهذه الرياضة، أعتقد أنها حتكون إن شاء الله تصب في مصلحة اللعبة وبالتالي رفع مستوى هذه اللعبة. الجانب الآخر هو الحقيقة أنه الاتحاد يريد أن يكون أكثر انفتاحا على الوسط الرياضي، تعلم جيدا الحقيقة، وهذا الحقيقة ليس يعني تبريرا وإنما هو واقع. الآن القناة السعودية الرياضية بكل أمانة يعني تشهد مرحلة انتقالية جميلة تعتبر احترافية في الواقع، وهي تدل دلالة واضحة الحقيقة على ما يليه صاحب السمو الملك الأمير تركي بن سلطان العزيز مساعد وزير الثقافة والإعلام من جهود الحقيقة أصبحت يعني محل إعجاب من الجميع، ليس على مستوى المملكة بل على مستوى الدول العربية والخليج والقائمين الحقيقة على القناة. وجودكم اليوم هذا خير دليل على احترافيتكم متابعة هذا الحدث، وهذا يدل على أنه القناة تسير بهذا الشكل. وبالتالي يجب أن يكون أيضا الاتحاد العربي السعودي للرماية والسهام أن يواكب هذه النقلة من حيث الحصول على المعلومة وجود المعلومة، وهذا بالتالي يصب في مصلحة الاتحاد بشكل عام. العميد ركن ياس الزهراني عضو مجلس الاتحاد السعودي للرماية والسهام مدير الشؤون الرياضية بالقوات المسلحة، في البداية رحب فيك عبر شاشة القناة الرياضية، نبارك لكم تدشين موقع الاتحاد السعودي للرماية والسهام، كلمتك بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر القناة الرياضية لحضورها حفل تدشين موقع الاتحاد السعودي للرماية والسهام، وحقيقة أنه الأخوان في أعضاء مجلس الإدارة بذلوا جهد كبير جدا في سبيل أن يكون الاتحاد موقع. نحمد الله اليوم أنه تنفذ على الواقع وأصبح موجود الاتحاد السعودي للرماية والسهام موقع ممكن نتواصل من خلاله مع جميع الاتحادات الدولية والعربية والخليجية، وإن شاء الله أن يكون نقلة نوعية للاتحاد لكمان مشاركاتنا القادمة بإذن الله. الخطط المستقبلية لديكم بعد تدشين هذا الموقع؟ والله إن شاء الله بإذن الله يعني في خطط كثيرة، سواء طبعا قلت لك إنه الموقع هذا يعتبر نقلة كبيرة جدا للاتحاد في تواصلنا مع العالم الخارجي مع الاتحادات المماثلة سواء دوليا أو عربيا أو خليجيا. وبالنسبة للخطط لإعداد الرماة في الاتحاد السعودي، طبعا احنا إن شاء الله يعني مقبلين على الأولمبياد القادم في لندن إن شاء الله 2012، وفي خطط مدروسة طبعا من ضمنها السكر الأولمبي، وإن شاء الله يعني نتوسل ونتوخى إن شاء الله أن يكون عندنا مجموعة من الرماة المميزين بإذن الله. دوركم بما أنك القوات المسلحة والمسؤول عن الشؤون الرياضية بالقوات المسلحة، دوركم في مساعدة بعض اللاعبين المتفرغين لهذه اللعبة؟ والله يا أخي مدى دعمكم؟ أغلب يعني الرماة الموجودين في منطقة المملكة العربية السعودية سواء في البندقية والمسدس ينتمون للقوات المسلحة. إحنا بيننا وبين الاتحاد تعاون كبير جدا في تفريغ اللاعبين للتدريب خلال العام سواء داخل المملكة أو خارجها، وكذلك المساندة في إقامة بعض البطولات لاختيار العناصر الأفضل اللي ممكن يعني تساعد الاتحاد السعودي للمشاركات الخارجية. سعادة أمين عام الاتحاد السعودي للرماية والسهام العقيد مهندس رياض بن داود الرشيد، رحب فيك عبر شاشة القناة الرياضية في البداية، نبارك لكم تدشين موقع الاتحاد السعودي للرماية، كلمتك بهالمناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك، ونشكر القناة الذهبية على تغطيتها الإعلامية. والموقع كان بناء على توجيهات معالي مدير الأمن العام بإنشاء موقع إلكتروني للاتحاد لمواكبة التطورات اللي تجري في الاتحادات الدولية والفرصة للاطلاع العشاق ومحبين رياضة الرماية للاطلاع على كل جديد في هذه الرياضة عن طريق موقع الاتحاد الإلكتروني. الخطط المستقبلية بعد تدشين هذا الموقع؟ تم تعيين موظفين لمتابعة موقع الاتحاد لتغذيته بكل جديد من أنظمة وتعليمات الاتحاد الدولي والنشاطات حق الاتحاد العربي السعودي للرماية والسهام والمسابقات العربية والآسيوية والدولية اللي ستقام وسيشارك فيها الاتحاد العربي السعودي للرماية مستقبلا إن شاء الله. سؤال أخير سعادة العقيد، استعدادكم لبطولة أولمبياد لندن القادم؟ بالنسبة لاستعداداتنا لأولمبياد لندن، الاتحاد مصنف من ضمن أندية أو اتحادات المؤهلة للندن ضمن برنامج الصقر الأولمبي، وقطعنا شوط كبير مع لجنة الإعداد للندن. عندنا إن شاء الله المسابقة القادمة في ألمانيا
حيكون يسبقها معسكر في مدينة سول في ألمانيا، ويشارك الرومات المتوقع حصولهم على نتائج إيجابية في هذه المشاركة، وبعدها تليها بالنسبة لمسابقة الأطباق الإسكيت، عندنا بطولة في سلوفينيا إن شاء الله حيشارك فيها الرومات المميزين، وإن شاء الله نطمع إن شاء الله في خلال المسابقتين هذه أنه نحقق نتائج تأهلنا إلى لندن. أيضا عندنا بعد كذا البطولة الآسيوية في الكويت، وعندنا البطولة اللي حتكون في قطر، وإن شاء الله في خلال الأربع البطولات هذه إن شاء الله نطلع على القناة الرياضية ونبارك للجمهور السعودي تأهلنا إلى لندن إن شاء الله. المهندس تركي الدربي المشرف على موقع اتحاد السعودي للرماية بالسهام، أول شيء نبارك لكم تدشين الموقع، حدثنا عن الموقع. أولا الله يبارك فيك وشكرا على وجودكم معنا في هذا اليوم. بالنسبة لمحتويات الموقع، الأقسام الرئيسية للموقع هي أقسام الألعاب، قسم لرماية المسدس، قسم لرماية البندقية، قسم لرماية الشوزن اللي هي الأطباق، وقسم لرماية السهام. كل قسم حيكون فيه يعني صفحة للأخبار، صفحة للمدربين، صفحة للرماة، وحيكون في ملفات نتائج المسابقات اللي حتحدث تدريجي يعني مع كل بطولة دوريا، بحيث انه يكون جميع الرماة من السهل عليهم الوصول للنتائج. وحيكون في الصفحة الرئيسية حق الموقع خبر، اخر خبر من كل قسم حيكون موجود في الصفحة الرئيسية، بالإضافة لبعض الأقسام الفرعية ككلمة لرئيس الاتحاد وكلمة للأمين عام الاتحاد، ولصفحة عن فيها ملفات البرنامج الزمني، وحيكون في صفحة للملفات الفيديو، صفحة لملفات الصور، وحتكون في صفحتين لحكام الألعاب الرياضية مثل رماية السلاح ورماية السهام. حيكون في كمان صفحة لملفات قوانين الألعاب كقوانين الرماية وقوانين السهام، بالإضافة إلى بعض الروابط الصديقة أمثال الاتحاد الدولي للرماية، الاتحاد الدولي للرماية بالسهام، الاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي، كلها موجودة في الصفحة الرئيسية، بالإضافة إلى صفحة الاتصال بالاتحاد واللي فيها وسائل الاتصال وصورة لموقع للاتحاد وكيف الوصول إليه.